مسموح إنه الحق ما يكون لأصحابه. لهالسبب برنامجنا كان حاضر لجنبكم. يلي رح تشوفوه منه مجرد ملخص أو حتى تذكير، يلي رح تشوفوه صرخ الضمير بوجه يلي ما عندهم ضمير ليتذكروا الظلم يلي تركوه وراهن لحظة يلي دعسوا على الحق وكملوا حياتهم بلا ندم. ديانا وندى بمثلوا جمعية خيرية. احنا بنساعد الأطفال والمراهقين المحتاجين ما دون 19 سنة. تعرضت للسرقة والسرقة ما على بالها بيت. تطلعي لبرا انت والإيكيب تبعك. توني وثق بشركة تأمين. دغري من أول لحظة قرروا أنه هن يرفضوا الحادث. وثقته خسرته ما يقارب $50,000. أنا واجبة أعرف إذا الزلمة محق ولا لا. أنا مش محق. أنت جيت على حق بيت طول حتى لحظة أنطوني ولو نحن فايتين على 1000 شركة أسيرانس ولا شركة عملتها. جابي بين سامر كعمل خير. حسيت شيء جواتي شيء مش طبيعي. أنا يعني لازم ساعده للصبع. فرح سامر سرقه وسرق كتار خير. لحظة ما بدك تسوق على الفرح. أنا أول شيء أنا صحابي إيدك ما بفوت علي. أنت أخذ منه المصاري وناس بدل منك مصاري. عادي ضربك. لمرتين. والله. وصل لحق. مش لحق. ضيعت أرقف. يلي بعدها لليوم بسنة 2014 عايشة على ضو الشمعة. لا كهربا لا عواميد لا شيء أبدا. من 92 لحديت اليوم القرار منه بإيدنا أستاذ. وما ننسى جابي وزوجته يلي قرر شيخ كويتي يخرب لهم بيتهم لما ما دفع لهم $1,000,000 المتوجبة عليه، وكأنه ما معه $1,000,000. إنه الحياة كلها عم تنهار قدامك. راجي تذكرة سفر على الكويت. وقلة احترامه ما توقفت هون، فقالت ايضا سافان. غادة و55 مدرس غيره صرفوا على بيوتهم بدون تعويض. المدرسة كان مفروض تكون بتعلم القيم والاخلاق. ليش انت عم تستعملي هالاسلوب مع انا بدي افهم اي اسلوب استعملته اني طلعت على الاعلام وحكيت حقي. انا بدي حقي استاذ. طيب انا استاذ فهمي بدي حقي. بعدين انت عم تقول اول ما تفضلت وحكيت مع استاذ زبير. بتريني وطي صوتك لانه انا كانت مشكلتي. بتريني ما تعيطي. بيت الصايغ لتوفى ابنهم بحادث سير، والصادم بعده هربان. هيك فجأة يروح ما عم بيجي صوعيب. والله ما عم بيجي صوعيب. لا طبعا الله صبرك. يعني لا نعتبره قضاء وقدر، ما بدنا نقول انه اهمال ولا حادث قضاء وقدر. بوقف بتصل بالصليب الاحمر، بتصل يا جماعة انا سلمت نفسي وانا رقبتي لكم وشو بدكم. يلا رياض عانى بسبب زوجته اللي قررت بليلة ضحاها تهرب مع بناته. 7 سنين يعني ما بتعرف شي يعني. لا أبدا. سمر صارت مقعدة والسبب شاب عم يستعرض عضلاته بالسيارة، وبالأخير هرب. بلحظة تغير كل شيء واختفى رجلين من حياتها، الرجل اللي كانت بدها تتزوجه والرجل اللي أقعدها على الكرسي النقال. وجعي اخذ كل وقته، وفيك تقول من 24 ساعة برتاح ساعة. سلام لإلى سنين محرومة من شوفة أولادها بسبب ظلم حماتها. ما بتسأل أصلا عن أولادي، فأنا مستغرب كيف هلا عم تربيهم. بدنا إياك تحافظ على هدوء أعصابك أول شيء، وبدنا نحل الأمور على الهدى. ما بدي أعطيها أولادي. أنت وحدك تسيبي الناس على أنت وأهلك إلا عن بوابك. هيدا من زوجك. شكرا ما برد عليك. بس نحنا ومثل العادي ما رح نسكت، ورح نضل متابعين مثل ما تابعنا وانتصرنا بقضية جوي. لألك مصاري اوكي. قال هيدا بتجيب فيهم ايباد كل اول شهر $900 مصروف جوي لألو بيصلوا لك على حسابك. شو هيدا؟
قصة دموع. قاعدة مع أخويلي لأنه أنا ما عندي حدا غيري. نحن عم نتوكل على القضية ومتبنيها. قضية خالد ونزيه. يعطيكم ألف عافية ومسيئينكم لكل برنامج. قضية كاتيا. أنا بقول اللي عنده حق ما بيتاكل، واللي بده حق يتصل ببرنامج على الأكيد، وعلى الأكيد حقه بيوصل له. قصة كوفر. وأنا بتشكر برنامج على الأكيد كتير أستاذ زبان. صورها عطيتك صورها. قضية إبراهيم. مرسي لبرنامج على الأكيد، مرسي لزبان، مرسي لك ميراي عزبتك معي كتير، مرسي للأستاذ كلودين، يعطيكم ألف عافية. قصة محمد. هيدا بيك ترجع لعندي، وإذا ضربك بتخبر. هذا ابني. قصة جوليانو. تقول له أنا بحبك كتير ليه تركتك، حسيت إنه ما بدي إياني. وأكيد ما مننسى قصة أحمد يلي من بعد ما قام عن مقعده وقوم القيامة. نحن منفتخر إنه رجعناه على الطريق الصحيح. بس لأعتذر من المشاهدين عن الشيء اللي صدر مني. صار لي 3 أشهر بمعهد جيب جنين عم بتعلم، الأساتذة كلهم بحبوني عم بيساعدوني. وبنهاية هالموسم فريق على الأكيد قدر رغم كل الظروف يلي واجهها يحقق شبه المستحيل. فعلى الأكيد وصل صوت المظلومين، رجع البسمة وخفف الوجع عن قلوب المحرومين. وهيدا كان هدفنا ببرنامجكن انتو على الأكيد.